أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ودع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله.